لي في محبتكم شهود أربع، لي في محبتكم شهود أربع، وشهود كل قضية وشهود كل قضية اثنان خفقان خفقان قلبي. مهندسين كيفكم؟ السلام عليكم. المفروض انت ما تصور لو سمحت. فين وبحميش؟ ما جاء. غريب. بحميش فين؟ بحميش كانت فيها بزنس بس. غريب الحال. هو ابديت مع ارجع مكانك. ايوه الهم ده انتم به انتم من طيب نفس، من نفوس صافيه، قلوب طيبه، سعت ان تتواصل مع من ساهموا في اعدادهم وتجهيزهم لهذه الحياه. خير ما نبدا بحفلنا ولقائنا ايات من الذكر الحكيم. بسم الله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا بنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب.
لأنه راعي نشاط، رائد نشاط ويحب الحركة. هدية زائدة ما عنده هدية. هذا إذا كان في هدية بندر خوج هو الذي سرقها. هذا الطريق أو اتسع الفضاء يعذب تطهيرا ويعفو تكرما، وليس لمخلوق أن يتعرض. كن عن همومك معرضا أو سلم أمورك للقضاء. أو قلت زملائنا أنتم كبرانا وأنتم سبقتمونا بالترحيب والتكريم، فجزاكم الله عنا خير الجزاء. نحن المعلمين كمثل هذه الأداة وضعنا فيها مكارم معين، ولكن من صفاته أن عن طريقه يصعد الطلاب من مرحلة إلى مرحلة بجيل وراء إثر جيل، ولكن مميزاته أن حسنته أنه يصعد الأدنى إلى الأعلى ولا يعود. ولكنكم أنتم عدتم فيما قبل الماضي وسبب ما قبل الماضي عدتم إلى ذلك السلم وكرمتمونا، جزاكم الله عنا خير الجزاء. كرمتمونا لأننا كان على يدنا التربية والتعليم، كان على يدنا التربية والتعليم، وهذه مهنتنا حقيقة، هذه مهنتنا. ولكن الفرق هو أن المهنة هذه أديناها بأمانة، وإلا هذه المهنة نأخذ عليها وهي وظيفة نأخذ عليها راتب وواجب. لا، الأجر هذا متى يكون أكثر؟ عندما تودي الأمانة العمل بأمان، العمل الذي وكلت به أن توديه بأمانة وإخلاص. وهذا الكلام يجري عليكم أنتم في أعمالكم الآن، أنتم أصبحتم في مواقع حساسة والموسى وتقدموا الخدمة للمجتمع. الطبيب مثلا يودي دوره كطبيب ويأخذ عليه أجر، لكنه إذا أخلص في عمله فإن له الأجر مضاعف وله الحسنات التي يكتبها الله له عز وجل. أنتم أفضل منا في التكريم، لأنكم ما أخذتم أجر شيء، ما أخذتم على هذا وظيفة وخذتم عليها أجر مادي، لكن أخلاقكم العالية ووفاءكم هو الذي جعلكم تجتمعون جميعا وتقررون بتكريمنا. هذه الحقيقة، هذه ترى أول مرة تحصل لي أنا كشخص، أول مرة يعني يعود من مر علينا ويعود يكرمنا. فلكم منا التحية والتقدير، وبارك الله في علمكم، وبارك الله في رزقكم، وبارك الله في أبنائكم وزوجاتكم وكل أمور حياتكم. لا أريد أن أطيل، والله الحديث اللي يجر بعضه بعضا، ولكن أسأل الله العلي العظيم أن يجمعنا في دار كرامته يوم لا ينفع مال ولا بنين. العجزية الثانية درست، الحديبية درس فيها، جعفر من أبي طالب درس فيها، يمكن هذا من طلابي. نعم صحيح. ايوه استاذ عباس من طلابي جعفر، ما شاء الله يعني الحمد لله. يعني حقيقه احسن حياه مرت علي هي اثنين، ابي اذا الانصاري تحفيظ القران، طبعا كله قران متوسط وثانوي. الارقم الحمد لله، حتى سمعه برا لما اجي فين تدرس اقول والله بالارقم، الله يقول سمعتكم طيبه مره طيبه والحمد لله على اول شيء الله يعطيكم العافيه جميعا. أنا وأخوي جلال يمكن أقرب ناس للأرقم حكم أنه بيتنا قدام يعني المدرسة، فإلى الآن كل من مر من جنب المدرسة نفتينا الذكريات يعني، والحمد لله ذكريات كويسة. طيب صلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم.
لي في محبتكم شهود أربع، لي في محبتكم شهود أربع، وشهود كل قضية وشهود كل قضية اثنان، خفقان خفقان قلبي، خفقان قلبي واضطراب جوانحي ونحول جسمي ونحول جسمي ونقاد لساني. صلوا علي. الله يعطيكم العافيه. وما ادري يعني على قوله ممكن الكلام ما اقدر نعبر عنه في هذه اللحظات يعني. الله يعطيكم الصحه والعافيه يا سادتنا، والله يخليكم لنا يحفظكم ويرعاكم. وشكرا بالنيابه عن الزملاء اللي حضروا. وبالعكس نبغى نحن نعرف كل واحد، يعني في بعض الزملاء وجيههم جديده علينا ما شفناهم يعني، فبنعرف ايش وضعهم وايش صار لهم. فتسمحوا لنا يا سادته بس بعد اذنكم ناخذ نمشي المايك ونشوف الشباب ايش وضعهم، الناس الجدد اللي جو يعني في بعضهم. سنوسي تلفزيون في الحرم في نقل الصلوات. لا والله هذا كلف يا ولد، هذا قليل بحقهم. الله يحفظكم ان شاء الله، قدمنا كل شيء لله. السلام عليكم. والله جمعه هذه صراحه جمعه حلوه انبسطنا فيها. نايف السالم مهندس معماري ومقدم في الامن العام، استشاري جراحه عيون مستشفى النور. فأول شيء أقدم الشكر الجزيل لأساتذتنا اللي تعلمنا منهم كثير. يعني ما بدي أقول اسم ولا هو الواحد يعني كان لو محضر كان ممكن كل واحد من أساتذتنا يعني نقدم له كلمة شكر يعني تليق بمقامه الحقيقة. ما أقدر أقول غير أنه جدا سعيد بشوفتكم. أخوكم حاتم مفتي مهندس في جامعة الملك عبد العزيز، أتشرف بكم جميعا والله يعطيكم ألف عافية وشكرا لكم على الدعوة الكريمة هذه. السلام عليكم، معكم ابنكم عمار بطين طبيب في مستشفى الهادي العسكري. شكر وتقدير وإعذال للأساتذة الكرام، والله أنا سعيد جدا بتواجد اليوم معكم. طبعا الفضل يعود لله ثم الأخ محمد سباك، تقابلنا بالصدفة في مطار الملك عبد العزيز وهو اللي عرفنا على الزملاء ودخلني في الجروب الله يكتب اجره ويجزاه خير. معاكم اخوكم علي عسيري شغال في هيئه الزكاه للضريبه والجمارك، والله يحفظكم. معكم علاء بلخي. اول حاجه اتشرف بحضوري في هذا الحفل المبارك، وصراحه يعني احب اقول كلمه، انتم خير يعني مثيل لنا وقدمتم لنا الكثير، جزاكم الله خير. الآن موجه طلابي في مدرسة الملك عبد العزيز الثانوية. بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير، الله يعطيكم العافية يا جماعة طيبة، يطول في أعماركم إن شاء الله، يحفظكم إن شاء الله. طلاب
الرافعي طلعت سابقة خريج عام 17 تعليم مكة. أسعد الله مساكم وكل خير. والله من أسعد اللحظات، شرفنا باللقاء معكم واللقاء مع الزملاء، وكانت ذكريات واجتماع معكم الليلة صراحة اجتماع عزيز وغالي على قلوبنا. مازن عسيري، اتشرفت فيكم، موظف وزارة الداخلية في مكة، والله يحفظ الجميع إن شاء الله. هدية متواضعة مننا كلنا الجميع للأستاذ بكر قبوري، وأنا سلوان المشاعر يمكن اللي بقلبي صعب نعبر عنها، لكن فخور جدا اني احد تلاميذكم. الحمد لله خلصت هندسه اتصالات من الاردن، وناس كثيرين كانوا يتساءلوا وين تاسست في المدرسه، فكنت اقول لهم الحمد لله في السعوديه درست، وللامانه يعني كانوا مدرسين كلهم اكفاء وكانوا يعلموا عن امانه. يمكن الواحد كان يشرح لابنه، طبعا احنا 5 اخوان درسنا في الارقم المتوسطه الحمد لله، حسام الكبير وانا عصام، في محمد وشادي وابراهيم. الجميع يهديكم السلام والله يعطيكم العافيه. حاليا في موبايلي مدير التشغيل والصيانه للاتصالات اللاسلكيه للمنطقه الغربيه. السلام ورحمة الله وبركاته. أود أن أشكر الجميع من أبناء الطلاب والإخوة المدرسين، جزاهم الله خير، الأستاذ بكر قبوري، الأستاذ سعيد الزهراني، الله يعطيكم العافية والصحة والكل إن شاء الله بخير. وأنا مدرس طبعا تربية فنية في مدرسة الأرقم، وزارت مع الأستاذ بكر قبوري إلى مدرسة ابن رجب، ومعنا الحبايب والأخوان وجزاكم الله خير، ومنهم استفادوا مننا، نحن استفدنا الآن. وهذه التمرة السليمة زي ما قال الأستاذ سعيد، لما الواحد يروح المستشفى فيجد طالب يقوم معاه يقول له إيش عندك كذا كذا، يا أستاذ عرفته لما يسمع صوتي ويسمع اسمي، ما في خوي اليوم، يوديني للمختبر، يوديني لحق الأشعة، جزاه الله خير. فهذه حاجة يعني تزرع في قلبك أنت كمعلم إنه أبنائك ما نسيوك، وأنت إن شاء الله ما تنساهم بالدعاء. والدعاء في الخلف يعني مستجاب من عند الله عز وجل لهم ولأبنائنا الطلاب. الله يوفقكم ويسعدكم سواء المتواجدين أو غير المتواجدين، ربنا يوفقنا ويوفقكم لما فيه الصلاح والأجر إن شاء الله تعالى. ومشكورين يا حبايب، الله يجزيكم بالخير وشكرا، ونستودعكم الله. وليس هذا اللقاء يكون أول لقاء وآخر لقاء، إن شاء الله المودة والمحبة متواجدة على السنوات الجاية والأيام القريبة إن شاء الله. وشكرا حبايبي، استودعتكم الله. يا الله.